فالأغنياء في عندهم طرق لكسب الأجور أكثر من المتعبدين، أكثر من الملازمين المساجد أو الرباطات أو ما شابه ذلك، لكن غلب عليهم حب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك استحلوا الربا بأدمى الحيل. وهنا نعود إلى جواب عن السؤال، البنك الإسلامي فضلا عن غير البنوك الأخرى التي لم ترفع مثل هذه اللافتة الإسلامية، كلهم يرابون، يستغلون قولا لبعض الفقهاء، وهذا القول إذا شرحته لكم سيتبين لكم أنها ظاهرية مقيتة، واللي يعرف شو مذهب أهل الظاهر يفهم قدر كلمتي هذه بأنها ظاهرية مقيتة. لماذا؟ بعض المذاهب التي اعتمد عليها البنك الإسلامي، طبعا في عندهم دكاترة وفي عندهم مفتين ومشايخ وإلى آخره، لكن هؤلاء ما تفقهوا الفقه السابق أي بالكتاب والسنة. وأنا في أوائل تأسيس هذا البنك اجتمعت مع مؤسسه، من شو كان اسمه تذكر شيء؟ صالح كامل، يمكن والله أصدر كتابا، دكتور ها؟ صالح أصدر كتابا في الموضوع، أنا ما أحفظ الأسماء. المهم فناقشته في بعض المسائل، فعرفت أن الرجل كما يفعل القماشين بياخذ من هون ومن هون ومن هون، إيه هيك المصلحة. الشيء بالشيء ذكر، كنت أنا في دمشق أسمع عن حزب التحرير الإسلامي ورئيسه تقي الدين نبهاني رحمه الله، فأود وأتمنى أن ألتقي به، وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاتي ورسائلي ومناشيري، فعرفت أنه اتجاهه وبخاصة أنه يمثل حزبا والحزبيات في الإسلام محاربة، كنت أتمنى ألتقي به حتى أتباحث معه. وراحت أيام وإجت أيام، إجا الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله إلى دمشق، ونزل في مدرسة دير ياسين، تعرفها؟ ليش؟ مالك سوري؟ مالك دمشقي؟ ياسيني ابن اخو الشيخ سعد ياسين شيخنا. ايه بس علمي انه دمشقي، دمشقي الشيخ ياسين اصله، لكن هذا هو الشيخ ياسين. الشيخ ياسين نحن لنا جلسات رائعة معه، ايه والله الله يرحمه، أخشى كمان من السطر لأمور أخرى. والله حبذا نعود. في سؤال عن هالموضوع. إيه. فوصلني خبر أن الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين. تعرف الأطفائية؟ كويس. الأطفائية إذا جيت من شارع النصر اللي كان اسمه قديما شارع جمال باشا، طيب إذا لفيت بدك تروح للأطفائية، بتكون على اليمين ولا على اليسار؟ إذا جيت من شارع النصر إيه حولت يسار، طلعت من سوق الحميدية واستلمت إيه شارع النصر، تمشي دوري بعدين بدك تلف على الشارع اللي بياخذك للأطفائية، بتكون أطفائية يمينا ولا يسارا؟ أطفائية على اليمين. هذا هو كيف الآن احنا ماشيين بشارع المطار على اليمين. ما كويس. طيب في هنيك في محامي اسمه محمد كمال الخطيب، تعرفه؟ خلاصة دير ياسين بهالشارع هذا اللي بيوصل الأطفائية، لكن على اليد اليسرى
أول مفرق، لا ثاني مفرق، مدرسة قديمة من المدارس نزل فيها، أخذنا مواعيد اجتمعنا معه وجرى طبعا الحديث سجالا وطوالا وإلى آخره، وصلنا للنقطة اللي أنا بدي إياها. قلت له أنا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما بتلتزم مذهب معين، وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف ما عندنا، فعلى أي أساس أنت لما تأخذ مسألة من مذهب الحنفي أخرى في الشافعي وأخرى في الظاهري وإلى آخره؟ قال أنا بشوف شو اللي بيناسب الأمة في هذا الزمان، شو الأصلح لها، بختار القول اللي بيناسب. فعرفت أنه منهجه كمنهج كثير من المصريين وأمثالهم، وهو اتباع الهوى، وشر الهوى هو اتباع هوى الأمة، شر الهوى اتباع هوى الأمة. وأنا بقول لكم بكل صراحة، ربما لأول مرة بتسمعوا الكلام هذا، نعرف نحن أنه الإنسان يتبع هواه، أما شر الهوى أنه يتبع هوى الأمة. ليه؟ لأنه الشخص لما بيتبع هواه ضل هو، لكن لما الشخص بيتبع هوى الأمة ضل هو والأمة، شايفون؟ وأكبر مثال على هذا لابد يعني قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمعنا، أن أمريكا جاءها برهة من الزمن اتخذت قرار أو دستور بمنع الخمور، تعرفون هذا ولا لا؟ وبعدين ما صبروا. ليش؟ لأن الشعب ما بيصبر على هذا التحريم، لأنه ما في وازع شخصي. شوفوا البيت الشعر، ما لم يكن لها منها وازع، الشطر الأول من يستحضره. طيب الشاهد، فما في وازع من الشعب الأمريكي أنه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن إيش؟ معاقرة الخمرة. ولذلك احتجوا، فسرعان ما رجع القانون أو الدستور إلى هوى الشعب، ولسه عايشين بهذه الضلالة. النغمة الآن عجيبة جدا، أقاموا الدنيا بإثبات ضرر إيش؟ الدخان، وبيحاربوا الدخان والآخر، لك وين كنوا الخمر؟ والخمر أم الخبائث؟ لأنه في حوافز خاصة في بعض الناس تحفزهم أن يحاربوا الدخان الخبيث، يحاربوا مثلا الفيون والحشيش والآخر. أما الخمر لأنه اللي عم يحارب هذه الأشياء هو يعاقرها، ولذلك هو لا يحاربها. لذلك شر الهوى هو هوى الأمة مش هوى الفرد. فلما عالم له مركز الاجتماعي والديني بيحاول أن يمشي بعض المحرمات بأن يتلقف قول من هنا وقول من هنا فيبيح ما حرم الله، ما في شك أن هذا ضلال أكبر مما لو أفتى نفسه بنفسه. فأقول لما عرفت أنا هذا من الشيخ تقي الدين، جادلته بطبيعة الحال وقلت له أن هذا الواقع لا يجوز يا أستاذ، وعلى المسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله سواء أعجبه، سواء كان يحقق مصالحه أو لا. وبالمناسبة بيعجبني حديث رافع ابن خديج اللي روى نهي الرسول عن المزارعة، بيقول كلمة محض الإيمان يا جماعة، نحن بدنا الإيمان. قال إنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، وقد كان لنا في هذا معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم، وقد كان لنا فيها مصلحة ومنفعة، لكن طواعية الله له منا له خير لنا، هذا لا شك. وهذا هو مقتضى الإيمان اللي بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
أشعر حقيقة وأشكر أيضا أن أطلت الحديث وطولت بالك عليه كثير، لكن لعله في ذلك فائدة.